رح نبدأ أريج أولى محطات صباحنا لليوم من عالم الطموح والإبداع والعطاء لدى الشباب السوري مع فرقة لامار المسرحية اللي قدمت أكثر من 23 عمل مسرحي خلال فترة قصيرة. استطاعوا أن يتركوا بصمة خاصة رغم عدم اختصاصهم بشكل كامل بالمسرح. كمان مو بس بالمسرح سلمى، من خلال عملهم كان عندهم روح العطاء بمبادرات إنسانية شاركوا فيها، ورح نتحدث أكثر عن هالمبادرات وأيضا أعمالهم المسرحية مع مدير الفرقة محمود الخطايبي وأيضا الممثلة سارة ناصر. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. صباح الخير محمود. صباح الخير سارة. يعني مو أول مرة يكون معنا فرقة لامار، ودائما نحن بنحب نواكب كل الفعاليات اللي بتقوموا فيها. أكيد. قبل ما نبدا ونحكي عن فعاليه هاي المره، خلينا بس نرجع نذكر العالم بفرقتكم، فرقه لامار. فرقه لامار للفنون المسرحيه تاسست ب 1/2/2016، كان تجمع شباب جامعي مواهب شابه متواضعه، حبينا نعمل شيء للبلد، حبينا نعمل شيء للفن، نثبت انه نحن لسه موجودين من خلال خشبه المسرح. فتجمعت الفرقة ب 1/2/2016، عملنا دورات لمدة 6 أشهر. كانت بداية انطلاقة الفرقة هي حرب تشرين التحريرية، عرض لحرب تشرين التحريرية بعنوان شعب تشرين، كتابة إلهام الخطايبي. بدينا بإمكانيات كتير بسيطة، كانت المكان التدريب أول ما بلشنا بصالة بحي الأمين والمسرح الروماني والمنطقة بكافتيريا في منطقة الساروجة وجمعية المسرح الحر، وهلا نحن مستقرين بجمعية نحن الثقافية. فكتير واجهنا صعوبات بالمكان، بالنهاية نحن استقرنا بجمعية نحن الثقافية وبدينا عروضنا الحمد لله، وتوفقنا بفضل الإعلام السوري اللي عم بيسلط الضوء على مواهبنا المتواضعة. محمود، يعني اللي بيميز فرقتكم انه ما انا بس يمكن مختصة فقط بالعمل المسرحي والفنون، لكن بتحمل مبادرات انسانية، كان اخرها حملة التبرع بالدم يلي هي ما كانت الاولى من نوعها، هي ثاني مرة يمكن بتقوموا بهالحملة. أكيد. خبرنا عنها اكثر. هذا واجب علينا نحن، نحن ما بننسى الرسالة الوطنية، نحن عم نشتغل رسالة فنية بعيد عن الرسالة الوطنية، بس أكيد ما بننسى الجانب الوطني. رسالتنا الوطنية كانت مبارح هي حملة دمنا واحد، أثبتنا للعالم أنه نحن دمنا واحد، اجتمعنا كلياتنا من مختلف المحافظات السورية وجمعنا هذا الدم بكيس واحد وهدينا للجيش. يعني كان مبارح احتفالنا بعيد الجيش وهديتنا للجيش هي الدم، الدم قبل الروح. كانت كمان تبرع بالدم لأطفال تلاسيميا ولجرحى الجيش، كانت بعنوان بالفم والدم نفديها، وعملنا كمان حملة للمهجرين بالتبرع بالثياب. فهذا شرف لنا وواجب علينا تجاه الوطن. نعم، يعني مثل ما قلت محمود، يمكن قد ما قدمنا لابطال جيشنا بيضل قليل، فنحن دمنا دائما دم واحد معهم. ساره، بدي انتقل لك، يعني خلينا نحكي عن تجربتك بالمسرح مع فرقه لامار وايضا تجربتك بالمبادرات التطوعيه اللي عم تقوم فيها الفرقه. اول شيء انا التقيت بالفرقه عن على صفحه على الفيسبوك، على صفحه الفرقه، وشفت انه عاملين كثير فعاليات وعروض مسرحيه، فحبيت الفكره. انا هوايتي التمثيل، فقلت بجرب، فت على الفرقه وانتسبت. قد ايه عمرك ساره؟ شو بتدرسي؟ عارفين اكثر هيك عن نفسك. هلا انا هالسنه حقدم بكالوريا ادبي، يعني رفقاتي من مختلف الاعمار وفي منهم جامعات وهيك. يمكن المشاركة بالتمثيل هذا الموضوع هو من هوايتك، لكن وقت تقوموا بمبادرات إنسانية مثل هالحملة اللي آخر وحدة قمتوا فيها وأعمال تطوعية، قديش هالشي يعني عزز يمكن ثقتك بحالك أكثر وعزز عندك قيم العطاء والمحبة؟ أكيد أكيد. نحن لازم نقدم شيء لبلدنا، شيء للوطن، شيء للجيش يلي هن عم يسهروا كرمال نحن ننام. كمان يعني هذا واجبنا للوطن. يعني اكيد، يعني يمكن محمود بنشوف كل مره بتكونوا معنا بيكون معنا وجه من وجوه فرقه لامار، يمكن اللي بيجمعكم هو مو بس حب الفن، هو حب هذا الوطن وانكم تقدموا شيء له. خلينا نحكي كيف بتختاروا الفعاليات، كيف بتناسقوا لها، نحكي بشكل ابسط. هلا اختيار الفعاليات بتكون حسب الفتره الزمنيه اللي احنا عم نمر فيها. في عنا فعالية بيوم الطفل، عملنا فعالية للأطفال المهجرين بالمركز الأمانة السورية،
عندنا فعالية كمان مثل ما هلا حكيت، حملة تبرع بالدم، كانت فترة مواكبة للجيش، كانت انتصارات الجيش، فنحن حبينا نعطي شيء للجيش. ومبارح كمان نفس الشيء، عيد الجيش، حسب الفترة الزمنية اللي نحن بنمرق فيها نحن بننسق الحملات والفعاليات. العروض المسرحية كمان نفس الشيء، عرضنا المسرح الأول كان حركة تصحيح المجيد بمناسبة التصحيح المجيد، اليوم الطالب كمان عملنا بالمسرح الجامعي، بالعيد الحب كمان عملنا بالمسرح الشارع، عملنا شيء للحب الوطن، ما نسينا كمان حب الوطن بعيد الحب، لأنه الحب مو بس للعشاق، الحب هو للأم وللوطن، لأم الشهيد. يعني محمود دائما عم بيكون في زياده بعددكم، وعم بيكون في استقبال لوجوه جديده وشباب وصبايا جداد لحتى ينضموا لكم. اليوم قديش مهم تفعيل دور الشباب بالمجتمع السوري، ان كان بالفن او ان كان باعمال تطوعيه، وقديش هالشيء عم تلمسوه انتم من خلال مبادراتكم؟ اكيد هذا الشيء لازم نحن نشتغل عليه اكثر، وكل مواهب سوري، كل شاب عنده موهبة فنية لازم نحن ننميها بطريقة حتى لو كانت صغيرة، عن طريق فرقة مسرحية صغيرة، مثل إذا عندي أنا حدا بيغني أنا بقدر بنمي له إياها عن طريق المسرح الجامعي، فبتتطور مع المواهب، إنه بصير يشتغل على المسرح الجامعي، المسرح القومي، دار الأوبرا، فبتكبر موهبته عن طريق الفرقة المسرحية الصغيرة. إن كان تمثيل كمان نفس الشيء، بنعمله دورات تأهيل ممثل، تأسيس أساسيات التمثيل، منهج ستان سلافسكي بنمشي عليها أمور نظرية، والأمور العملية بنشتغل عليها دورات بالمقر الفرقة، فهذا الشيء نحن من واجبنا لننمي المواهب السورية ونطورها أكثر ونسلط الضوء عليها أكثر. يعني محمود الكل بيعرف أنه المسرح هو من أهم أنواع الفن باعتباره هو اللي بيجمع كل أدوات الفن، يعني أنت بتقدر تعمل الشيء قدام الناس مباشرة، تتلقى رجع الصدى منهم. اليوم رغم أنه أنتم شباب أعمار صغيرة، يمكن بعضكم لساته عم يدرس ما اختص حتى بالمجال الفني، كيف عم تحاولوا تقدموا هاي الرسالة من خلال المسرح؟ مين عم بيساعدكم؟ هل في أساتذة مختصين؟ أكيد المسرح هو أب الفنون. نحن بلشنا بالدورات التأهيل الممثل، كان في عنا أكاديميا بالمعهد العالي للفنون المسرحية وخريجين كمان كانوا يساعدونا، بغض النظر عن الممثلين والفنانين اللي كانوا يزورونا وقت البروفات والتدريبات، وكانوا يساعدونا بأساسيات التمثيل، وبنشكرهم كثير نحن على وقفتهم معنا. كمان نحن كان عنا مواهب، المواهب هي لحالها بتساعدنا، فالممثل إذا ما ساعدني ما بقدر أنا أساعده. فالمسرح هو أبو الفنون مثل ما قلت لك قبل شوي، نحن بدنا نرجع روح المسرح، بما أنها هلا عم تنطمس من خلال الفيسبوك والسوشيال ميديا والمسلسلات، فنحن حابين نحن نرجع المسرح مثل ما كان، مثل قبل فترة زمنية كمان اشتغل الأستاذ أيمن زيدان مسرحية الاختطاف، شجعنا أكثر لأنه نحن لسه المسرح عايش. مسرحية الوصية كمان الأستاذ ممدوح الأطرش كمان نحن تشجعنا أكثر حتى نكمل ونواصل مشوار مع المسرح، لأن المسرح هو الأساس بالتمثيل. سارة شاركتي بآخر عمل لكم كان فوبيا؟ شاركت فيه. شو كان دورك؟ كان دوري البنت الصغيرة اللي أهلها بتركوا يعني بيموتوا بهاي الحرب، فبعاني من هالقصة وبوصف كيف المشهد، إنه فتت على البيت ولقيت إنه أبي مثلا وأخي وأمي كلهم ماتوا، فبعيش بحالة من الفوبيا، بخوف طبعا، إنه يعني هي مرض نفسي هاي الفوبيا تماما. يعني سارة يمكن العمل المسرحي اللي بيكون له رسالة بيخلي شخص يحاول يطلع كل شيء جواته، وخصوصا بهاي الحرب. لما عم تشاركي بأعمال مسرحية لها علاقة ببلدك، قديه كم تحاولي تشاركي حتى أوقات بالنص إنك أنت تبدعي أو تزيدي أو تضيفي من مشاهداتك بالحياة؟ أنا بتابع كثير قصص مسرحيات وبقرأ قصص مسرحية وبتابع تلفزيون كتير ودراما، أنا حلم يعني التمثيل، فإن شاء الله بختص هيك بعد البكالوريا. إن شاء الله إن شاء الله بتوصلي لكل شيء بدك إياه، وبتحققي أهم شيء الفرع اللي أنت حابة توصلي له من بعد البكالوريا إن شاء الله. محمود اليوم شو بتحب توجه كلمة لكل شاب سوري اليوم قادر يثبت حاله بمجتمعه ويقدم كل هالطموح يلي عنده والإرادة على استمرار الحياة، إنه هذا الشيء ينعكس على واقعه الحالي ويكون في شيء ملموس؟ أكيد بحب وجه لكل شاب سوري إنه نحن لسه عايشين،
نحن لسه الوطن عايش، لانه نحن اثبتنا للعالم انه الست سنين اللي مرقنا فيهم هي ما انا ست سنين ازمه، هي ست سنين تجربه لحب الوطن. نحن اثبتنا ان نحن بنحب الوطن ولسه عايشين بالبلد. فبحيي انا كل شخص موجود ولسه عم بيثبت انه نحن لسه عايشين ولسه في مواهب سوريه عم تمشي، فهذا الشيء بشجعنا ان نحن نكمل. فكل شاب سوري موجود بالبلد لازم يكمل المشوار ضمن البلد مو خارج البلد، فلانه البلد بيستحق هذا الشيء. أكيد يعني مع هي الرسالة، رسالة الشباب السوري، بدنا نختم معكم فقرتنا لليوم. شكرا لوجودكم، نتمنى لكم كل التوفيق بكل المسرحيات والأعمال التطوعية. شكرا كثير لكم، شكرا للتلفزيون الأخباري. أكيد نحن ناطرين كل جديد عم تقدموه وكل التوفيق لكم.